شوفوا كيف الطريق الخيمة روعة. No. Do this one first, and if we have time later, we'll go up there. See that lake? Man, it's beautiful. What lake? There's a lake there. Up top? My God, it's over there. That's not a lake. What's that? It's black sand. You need glasses, dude. Let me use yours. Oh, five. So we crossed 6K, right? Yeah. In what? An hour and a half? Maybe 2 hours. Let's just say 2 hours. Oh, to be safe. Finally, he got his camera out. Finally. No, I've never seen this. This is pretty amazing. Yeah. سبحان الله الطبيعة قاعدة تتغير كل شوية. كان هناك أول خضار وزرع وأشجار. شوفوا الآن كيف لسه تدش مدار. حماس. قبل 3 سنين كنت عايش في مدينة توصل درجة الحرارة فيها تقريبا سالب 50 في نص كندا. كانت كده بياض في بياض الشتاء. يعني ذكريات مو حلوه من هناك مدينه يعني. بس صراحه شكل الثلج حلو، انعكاس الشمس الضوء عليه والبياض روعه روعه سبحان الله. خير شيء قاعد اجري الحق كلايد، بس وصلت عند كلايد في واحد ورا يزعق، احد طيح جوال، قلت له امسك انا الا والله جوالي طايح ورا هناك، حط له حجر رجع الحين راجع اخذه. يا اخي هذا خطير، راح سبقني وجاب لي جوال. قاعد اجري والله تعبان، ما شاء الله لياقته مره عاليه ذا. نروح لكلايد هناك بعيد. احنا ضيعنا شويه الطريق، بنشوف ناس من فوق وكذا والجهه هي المفروض هناك حنروح، بس ما نعرفين الطريق من فين. يعني نمشي في عشوائية بين الأشجار. شو كلايد حصل الطريق فوق هناك. Which way? It's easier? Okay. وصلنا للكامب جراوند، منطقة التخييم اللي قبل البحيرة. البحيرة قلها 1.5 كيلو. كلايد راح يشيك عليه، حتى بروح شيك شكله جيد. هناك شوف في بحيرة صغيرة نايس مرة حلوة. حد البلاتفورمز هذه المناطق مجهزوها هم الحكومة، فتحط خيمتك عليها يعني. حاطين حمام هنا شوفوا. شوفوا هذه الصناديق. Yeah, it's a food storage. عشان لو الحيوانات الدب والشعادية إذا شموا الأكل حيجوا، فتحطه جوا هنا عشان لا يشموه يكتموه يعني. يا أخي أنا ملقوف، فكيت الباب ده وشوف الشيء قال لك على بالي شيء جوا. طلع الحمام الحفرة حقته هنا. كله أنتم بكرامة يعني. صراحة ما فيش أي مخلوق سو فار، مكان يخوف شوي يعني. فكلايد معاه بخاخ حق الدب ولا أحد جاء فنبخه على طول. إن شاء الله يعني ما في جينا ويصير حاجة. فجأة مطر خفيف توقف، تمطر توقف. ناموس والله ناموس بلو. حركنا من الليك بسرعة، الجو كان بارد صراحة. هو أعتقد إني سخنت شوية، أعتقد
دهنا 9:30 الآن الساعة 1 الظهر. أبوي دائما لما يشوفنا كذا تعبانين حرانين ولا شيء، أنا الجو بارد اليوم، كذا ياخذني عند المغسلة يدخل راسنا ويروشنا موية باردة شوية. فقاعد أبوي سويت كذا فافتكرت الموية الباردة. شوف أنا قاعد آخذ له سيلفيات وسط الضباب. خلي تقريبا هذا ثالث وادي نعديه، كل مرة يعني جينا هناك نزلنا ونطلع وننزل ونطلع أكثر من وادي. الحمد لله وصلنا للكامب سايت. هذه الكابينة مفتوحة للناس، يعني تقدر تخش جوا لو انك دافع للخيمة تقدر برضه تخش هنا. يعني في عندك غاز، عندك موية حارة، في برضه سرر تقدر تنام فيها، يعني تجي فرشك اي ثينك. فلما تخش جوا شوف شو الوضع. والله اني مرة منهار، شوف كيف حرارة جسمي بتضبب القزازة. هذا السرور بس خشبي، بس تحطي انت السيفين باج كيس النوم تنام على طول عليها. صراحه شيء حلو والله. كيس اكلي موجود، خيمتي الحمد لله سليمه. والله شوف الناس اغلبهم مشوا، انه اليوم احد الحين بكره ماشيين، الناس عندهم دوامات بكره. صراحه ما في اروح البحيره تتوضى هناك، البحيره تتوضى فيها شويه بعيده اللي هي تغسل فيها، بحيره تشرب ماء قريبه فتفضل المويه الباقي اللي عندي. جايب تشكيل الاكل بس هاخذ تشكيل ترياكي. يمكن الشكل ما هي، لكن صراحه هذا يجيب الدفى. والله مع الطفش بناكل مره ثانيه، يعني كان ساعه ونص او ساعتين هنا. We're gonna eat this pasta. الساعة الآن تقريبا 9:15، أدى المغرب الحين بصلي وأجمع من العشاء وأنام إن شاء الله. أخوي بكرة حيجينا الساعة 10 الصباح، فلازم الحين نصحى من 5 الفجر نشيل أغراضنا نعفش ونمشي على طول. الحمد لله خلصنا الهايك في 3 ساعات 45 دقيقة، نزلنا من فوق لين تحت، يعني كان كويس. كمان مضبب شوية شكلها، اي والله مع البرد والهواء البارد حار. لا في حاجة ما بينتها، تقريبا المسافة اللي قطعناها كلها في يعني وصلنا السبت الظهرية ورجعنا لنا 2 الصباح هنا المواقف، قطعنا 44 كيلو، 11 كيلو اليوم الأول، 22 كيلو اليوم الثاني، 11 كيلو اليوم الأخير اللي هو اليوم كان. فتوتال 44 كيلو، يعني والله تشوف يمكن انها كثيرة لكن قسمت كانت ما كانت متعبة، يعني متعبة شوية والله، متعبة شوية بالذات الأمس، يعني كانت 22 كيلو كانت متعبة شوية لكن حماس وبس. وسلامتكم.